من الارتباك والتذبذب في الأسعار شهدها سوق الذهب في مصر، خصوصا بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بزيادة نسبة الفائدة على الشهادات الادخارية بمقدار 0.5%، مما ساهم في انتشار الشائعات والأحاديث المغلوطة عن غلق سوق الذهب في مصر، وهو ما نفته شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية وكذلك تجار الذهب في أسواق الصاغة المصرية. ما فيش حد موقف بيع وشراء، هو الناس شغالة على تقدير، سعر تقدير، يعني بنشوف السعر كام وبنحط حاجة زي سيف مارجن وبنشتغل عليه. فكرة ان هم اصلا يوقفوا بيع مش صحي لا للسوق ولا للزباين، احنا سعرنا على البورصة، الاختلاف في السعر هيبقى اختلاف على سعر الدولار. حركة البيع والشراء واقفة، مفيش بيع وشراء لان المشغولات كلها الاجرة زادت والذهب زاد، فطبعا الحركة واقفة، الناس بتتكالب وبتحاول تشتري سبائك وجنيهات بس عشان بتحول الفلوس الورقية الى ذهب، الا بقى كان عايز دبلة، عايز محبس، حاجات بسيطة عشان الذهب ارتفع. شهد سوق الذهب حالة من الرقود والضعف في شراء المشغولات الذهبية على عكس ما هو معتاد في مواسم الأعياد، بينما كانت حركة الإقبال أكثر على شراء سبائك الذهب والجنيه الذهبي لاتخاذه ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع سعر الجرام بالسوق المحلي. الشراء والبيع قل، الناس خايفة تبيع والناس خايفة تشتري. انت هتبيع دلوقتي بعد شوية السعر يعلى، اللي انت كسبتيه أو اللي انت اشتغلت بيه خسرتيه، فما فيش استقرار في السوق. في اليوم الواحد السعر بيتغير 5-6 مرات. أي وقت ببقى عايزة اشتري فيه بنزل بلاقي المحلات فاتحة وبشتري. هو الذهب ساعات بتبقي مضطرة ان انت تشتريه، يعني مثلا أنا نازلة النهاردة اشتري هدايا، لأن مثلا هدية لولادة وكلام ده كله أنا متجاملة فلازم أجامل بطريقة معينة، فأنا مضطرة النهاردة ان أنا انزل اشتريه. سوق الذهب في مصر يخضع دائما لآلية العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، لذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تهدف الشائعات المنتشرة إلى خلق حالات من الاحتقان والاضطراب في السوق والإضرار بالاقتصاد المصري فقط. إسراء يعقوب، MBC مصر.